الإنجاز الذي تحقق على مستوى المنتخب الوطني المغربي ربما أدكى حماس يعني مجموعة من الناشئة الممارسة لكرة القدم، وأصبح الجميع الآن يتحدث عن الممارسة، وأصبح الآن الجميع يتحدث عن النجومية وعن الوصول إلى المنتخبات الوطنية، بدليل أنه على مستوى المراكز الخاصة بكرة القدم كان هناك أول أسئلة، كان هناك إقبال، كان هناك رغبة في يعني توظيف مجموعة من النجوم من أجل التأطير ومن أجل أيضا كسب المعرفة على مستوى كرة القدم. زد على ذلك الآن إشعاع الذي أصبح على مستوى أكاديمية محمد السادس، على اعتبار أن الأكاديمية مكنت المنتخب الوطني المغربي، أو يمكن نعتبر المنتخبات الوطنية المغربية، من هذه النتائج، وأيضا أصبحت يمكن نقوله يعني نموذجا يحتذى به على المستوى الإفريقي، على المستوى العربي، وأيضا حتى على المستوى الدولي.